الاقتصاد اليوم تقدر تجيكم في شكل ونديفلوبي وهذا في شكل كاع ونقول لكم في شكل مشكل، حيت اللوجيك كيبان باللي شويه مفردق هنايا، ولكن هذا الشيء اللي كتجود علينا به الانترنت. اش غدير الانترنت ديما كتعطيك اللي بغيتي، دخلتي تقلب على الزين راك كتلقاه، دخلتي تقلب على الخايب راك كتلقاه، دخلتي تقلب على المفربل راك كتلقاه، كي بحال هذا الشيء اللي لقيت انا. فبلا تطوال في المقدمات، غندخل لكم المسكي وكلا هذا اللي ما كيعجبوش اي نعطيوه المسلوق ونرويوه لبلو للحكايه. غندوي لكم اليوم على واحد البوست، نسيت ما قلت لكم شكون انا. انا تسميو راسي بوعلان. الله ما كاتبها في السكريبت، بالله عطحت في راسي دابا قدام المايك وقلتها بوعلان، صافي نقولو بوعلان. شاب بحالي بحال اياتو الناس، ما كان قلب ونبقشش تخيل عنا خرج نوم بيسي، ولكن بيسي يا مات البيسي يا مات البيسي والموضين ماشي هاد ماشي دابا اللي ولا كل شيء موجود. ديك الساعات يا الله كان فيسبوك والام اس ان والسكايب، والمهم دوك اش نقول لهم لي زابليكاسيون لونسيان ديال السوشيال ميديا. ديك الساعات كان واحد المنتدى، ماشي سيت ولكن منتدى كيتجمعوا فيه كاع العرب، كان سميتو ستار تايمز، ما عرفتش الصراحه واش باقي ولا لا، المهم ما عليناش. هاد المنتدى هذا كان اياتها لعبه خاصات، كتمشي تقلب عليها تما كتلقى الناس حاطين شي مشكل بحال هذاك اللي كتقلب عليه، شي ريسيبتور خاسر ليك، شي لعيبه، شي حاجه في الدار، شي تلفازه، المهم اياتها نوطه. كان منتدى زوين الصراحه واللي كنت مبلي به. هاد المنتدى هذا كانت فيه واحد لابارت منو خاصة بالاعترافات، وهاد لابارت هادي هاد الاعترافات كيكونوا شنقول لكم، كيكون لاضمين اللي كيقبلهم حتى كيتاكد تقريبا من الخبر عاد كيقبلهم، يعني موثوق داكشي اللي كيتحط تما عتيقو. قلت راه نشوف واش كان شي حد زاد شي اعتراف، حيت كاع الاعترافات اللي كاينين هنايا قريتهم كل واحد اللي تلقى دار شي زبلة اللي مهم. كاع داكشي اللي قريت كوم وهذا الشيء اللي غنقرا اليوم كوم اخر، المهم هذا الشيء عندك الحق العزيز باش تطيقو ولا لا. الا عقلتي على واحد البرنامج كان كيدوز في سبايس باور، المهم الناس ديال 2006 2008 غيعقلوا عليه، سميتو صدق او لا تصدق. فرا الحلقة اليوم بهذا العنوان نيت تيق ولا قال تيق. لا العزيز خصك تيق، ولكن نكذب عليك الا قلت لك انا براسي رام تيق، حتى انا راه ما دخلش ليا هادشي الغلوغي. فنعاود ندخل لكم المسكي، دخلت للسيت ونلقى بلي كاين واحد البوست جديد واللي عبارة عن اعتراف، وهاد الاعتراف هذا كان طويل. قلت الله عجب الله باش نشدو المانو عاود تاني هاد الليلة. بديت كنقرا في هاد الاعتراف واللي كان كالتالي، عندوي دابا بلسان مولا. السلام عليكم الخوت، هادشي اللي غنعاود ليكم يقدر يجيكم في شكل، ولكن عافاكم لما تيقوني، راه هادشي بصح وقع لي. غندخل لكم تاعنا ديريكت للمسكي. اليوم في الصباح كنت غادي للخدمة، بطل الباركينغ باش نخرج الطوموبيل،
الطوموبيل كانت في هذا البارك اللي كاين تحت العمارة، يعني داك البارك اللي كيكون في لاكاف. اين فوا دخلت بديت كنسخن فيها، المهم خليتها واحد الخمس دقائق حتى سخنات، يلا نزلت فرن عمان ونتلقى واحد الوريقه كانت محطوطه ليا حدا الفرن عمان من التحت. ويلي هاد الوريقه ديالاش؟ في الاول الزيتها كان كيحسب لي واش شي بون ديال المازوط ولا شي حاجه فحال هكا. ملي زيتها لقيتها ورقه بيضاء صغيره ومكتوبه فيها شي كتبه. هنا ما كانش كيبان لي داك الكتبه مزيان حيتاش كنظلم في البارك ديال لاكاف. شعلت البوله اللي كتكون في لاكابين الداخل ديال الطوموبيل، وهنا بديت كنقرا داكشي اللي كان مكتوب واللي كان هادشي بالحرف. سمع قريت، اليوم اللي تكون غادي للخدمه ما تمشيش في الطريق اللي موالف كتمشي فيها، بدل الطريق. اشنو هاد الحماقه هذا؟ بديت كنقول مع راسي ويلي شكون غيكون حط لي هاد الورقه هنا؟ زيد عليها انا طوموبيلتي عزيزه عليا، ديما موسوس معاها، كنفيري فيها ديما، واخا نضرب تي كوموند نقفلها كندور على البيبان، كنطيقش في تيلي كوموند بوحدها، كندور على البيبان نشوف واش تسدات كولا. ويلي شكون حط لي هاد الورقه انا؟ شويه قلت سبحان الله، شاد الزمر هذا مع الصباح. رميت ديك الورقه حدايا في الكوسان الاخر، ما تسوقتش للهضره اللي كاينه تما كاين، وديماري تخرجت من البارك وشديت الطريق اللي موالف كنشد. مره كنضرب على ديك الوريقه وكنقول باين هذا شي حد بغى يدير ليا شي برانك، شي حد في الدراري صحابي ولا شي لعيبه فحال ما هكا. تمنيت غادي هو يشدني واحد الفروج، بقيت واقف كنساين الفوفير باش يشعل. واحد اللحظه بديت كنشوف عاوتاني في ديك الورقه اللي كانت تقلبات، ملي لحتها تقلبات ما كانتش مكتوب فيها نفس الكتبه اللي كانت قريت. انا هزيت ديك الورقه عاوتاني قلبتها، لقيت الكتبه اللي قريت كاينه في الفاصل الاخر، يعني كانت مكتوبه نيت من زوج جوايع، وهاد المره فيها ميساج اخر في الجهه الاخرى. اسمع قريت، راني عارفك باللي غادي دير داكشي اللي في راسك، راه هاد الطريق هادي اللي غادوز منها راه غادي توقع فيها واحد الكسيده خايبه وتقدر تشدك معها، وسير بدل الطريق ما حد باقي الوقت. وايلي انا ما نكذبش عليكم، تعصبت وبديت كنقول واش انت مريض ولا مالك؟ شويه ونقول عاد بالله ماشي طوم راجين، ما عم كتهضر قريت، راك تهضر مع ورقه ما تسوقتش ليها. كمشت هاد المره وانا نزل الجاج وانا نرميها على برا، تميت غادي. عرفتوا الخوت ما نكتبش عليكم، تميت غادي واحد الخمس دقائق تقريبا، بقات لي الخدمه واحد العشر دقائق باش نوصل. عرفتوا هو يجي واحد الكاميو جا قاطع في واحد الكرواز، ما عرفش واش مقطوع عليه الفران ولا ما عرفش شنو واقع، ما وقفش في بلاكا ديال القيف. هو يجمع بنادم اللي قدامي، اجمع حب وتبن، خلط كل شيء، والحمد لله ما تقاسيت، ولكن الناس اللي كانوا قدامي البلي بار فيهم غادي يكون تعجن. واحد الكسيدة يا ربي السلامة ما نعودش ليكم كيف دايرة. عرفتي كاميو كان مشارجي بعدا ما عرفتش فاش بالسيما ولا المهم شي حاجة ديال البني، والمشكل درم في داك الشي وزاد ما وقفش مازال. عرفتو كيتبانو ليا الطوموبيلات شي مقلوب، شي كيخرج منو مولا غيب الريط، شي شعلة فيه العافية. هنا الدنيا ترونات والجوقات جوقات، مخزن حضر وبدا شد كل شيء، شدنا التحنة اللي كنا وراه، بدا كيسولونا كيفاش وقع. انا عاودت له داكشي اللي شفت، راه الكاميو اللي كان جاي ما وقفش في السطوب،
كان يبان بحال الا مقطوع عليه الفران ولا ما عرفش. المهم راه هو اللي جا ودرم في هادشي، وكاع الناس اللي حفظهم الله واللي منهم انا عاودوا للناس ديال البوليس نفس الكلام. انا الضاشيره اللي كنت مضاشر ضاشيرتين، الضاشيره ديال الكسيده اللي شفت، والضاشيره ديال داكشي اللي كان مكتوب في الورقه. وايلي شنو هو زعما، واش نيت هادشي اللي كان مكتوب كان بصح ولا لا؟ ولكن الناس اللي شفت قدامي مشتتين تساوني شويه في داكشي اللي قريت في الورقه. المهم تعطلت تما، بقاو كي نيطوايو الطريق من الدمايات، مات البشر نيت في هاد الكسيده الله يحفظ. بقينا تما شي ساعه ونص مكانيه عاد باش ما سرحوا الطريق وهزوا دوك الطوموبيلات. المهم ما عرفتش فين غيديوهم. المهم جاو ديباناجات جروا داكشي، ديماريت ومشيت كملت الطريق للخدمه. اللي وصلت تلاقيت المدير كيساينني حدا البيرو ديالي، عرفتو غادي يكشكش عليا تاني، حيت مره كنت كنضربها بشي تعطيله كيجي كيبيكي عليا حتى كيشدني وكيبقى يطلق عليا في داك الخيطانوس ديالو. قال لي تبارك الله على بوعلام، يلا طفات عليك الشمعة. قلت له لا سعادة المدير صبر غنعاود لك اشنو واقع. قال لي انت ديما كتحجج ليا كي العيالات. قلت له لا راه ماشي هكاك، راه جاي سيركيلاسيون وقعد واحد الكسيدة. قال لي عاود تاني نفس الهضره اللي غتقول لي سيركيلاسيون حقا والواد التليفون ما صوناش في الوقت. ما سمعتيش معزه طارت جمل ركل الدجاجه وهي تبيض، شديتي ليها البيضه باش ما تطيحش. وبدا بدا كيتمسخر عليا بحال هكا، عطيتو حتى انا ودني وخليته حتى يسالي. كنت عارف له المود باس ديالو، خليه حتى يسالي وصبر ما عندك ما دير. من بعد ما سأل هو يقول لي راه هاد الشيء علاش الكراد ما غاديش تدوزو في الوقت، هاد المره الكراد ديال هاد العام راه غدا غادي يكون وما غاديش ندوزك، وانا عارفك باللي معول تدوز كراد. قلت له علاش، ماشي حشومه عليك، راه انا راه تقريبا اكثر واحد هنايا في السونتر اللي كيحقق ليكم المبيعات. قال لي واخا ماشي غير المبيعات، لا ديسيبلين اللي ما عندكش السيبو علام. قلت له ولكن راه مرغما اخاك لا بطل، واشنو واش راه انت نيت تقدر توقع عليك هكا. قال لي علاش انا ما كنجيش معطل، ياك انا اللي مدير كاع. علاش؟ حيتاش كنجي كنضرب الحساب للطريق، كنضرب الحساب اللي يوقع شي حاجه. المهم لوبجيكتيف هو انني ما نتعطلش على خدمتي. قلت له راه انت مدير، راه انا راه غي فوندور. قال لي واخا غي فوندور، راه الا ما تعلمتيش لا ديسيبلين ملي تكون فوندور اشنو امتى غادي تولي ديسيبليني؟ الله الديسيبلين ما عندهاش علاقه بالكراد. المهم صبني مزيان هو يقول لي اسير لخدمتك. انا عوض ما ندخل البيرو مشيت شديت واحد القهوه ونقول ينعل جد بوشي خدمه كاع. هبطت الطوموبيل قلت غنشرب هاد القهيوه ونتكيف واحد الكارو على خاطري بعدا، وديك الساعه تيحن الله. ملي هبطت الطوموبيل مع دخلت تلاقيت واحد الوريقه اخرى محطوطه ليا فوق الطابلو. فوكسيت على الورقه بانت ليا بلي مكتوبه فيها شي حاجه، ولكن هاد المره ما نكذبش عليكم تخلعت مقدرتش نهزها شويه. وانا نقول عدو بالله من الشيطان الرجيم، واش انت تخاف من ورقه؟ ما عطيت يدي ليها وانا نهزها. انا بديت كنقرا داكشي اللي مكتوب فيها تاني. هادشي اللي كان مكتوب فيها كان كتوبيخ، يا قلت لك قريت ما تدوزش من ديك الطريق، يا قلت لك ما تدوزش من ديك الطريق راه غادي توقع فيها كسيده. انت دابا تعطلتي والمدير صبنك.
وايلي اش هاد الخماز هذا. بديت كنقول مع راسي انت دابا كيفاش كتعرف هذا الشيء وشكون اللي حط لي هاد الورقه هادي هنا؟ قلبتها ونلقى ميساج اخر فيها قال لي عرفتك دابا اش كتسول شكون انا. دابا ما نقولش لك شكون، ولكن اللي غنقول لك هو ان المدير تاعك راه بالعاني ما بغاش يقراضيك، واخا انت كتحقق اكثر مبيعات هنايا بين العملاء اللي كاينين معك. عرفتي علاش ما بغاش يقراضيك؟ حيت كيخون مراته مع فلان تا اللي معاكم. نعم بغيتش نذكر سميتها، هاد السيده كانت خدامه معانا عرفتها، راه كيخونها معاها، وراه اي امراه صاحبته وراها هي اللي غدوز غدا في القراض، ابغى يقراضيها بلاصتك. يلا طلع ليا في راسك. صدى الخوت ديال هاد الورقة هادي بدا كيطلع معايا، لا هادي لا اللي قبل. نقدر نقول لكم في الاول كنت كنقول باللي هذا الشيء شي حد كيضحك معايا ولا مهم، ما كنتش مسوق واخا هكاك، ولكن هاد الورقة التانية زاد تأكدت لي باللي هاد الشيء اللي في هاد الوراق هادو وشكون اللي كيحطهم، وزاد بدات كتزيد ليا في المطارق يضربوا ليا في الراس. انا رجعت للبيرو وانا مدشر. دازت حدايا ديك اختنا قالت لي صباح الخير عسي بو علام، شفت فيها الشوفه ديال الحقد ما رديتش عليها صباح الخير، وهي تقول لي اش ما سمعتينيش، راه قلت لك صباح الخير. لا سمحي لي راه كنت ساي. صباح النور. قلت لي غدا غادي تحضر للترقيات ياك؟ قلت لها ان شاء الله. قلت لي ونتمنى تدوز انت. عرفتو معها قالت لي هذيك نتمنى تدوز انت، عرفتها باللي عالمه باللي راه هي غادي تدوز كراد. هنا تفكرت الوريقه واش هادشي دابا؟ واش يا ربي نكون غير كنحلم. والله الا بديت كندعي كان من نيتي كنقول يا ربي نكون غير كنحلم. فعلا الغد ليه والله حتى داك الشيء اللي كان، اول وحده غادي تدوز في القراض غادي تترقى هي هذيك ختنا، وتبعها واحد دري اخر معانا. صافي هاد المره هاد العام زوج ديال الناس اللي ترقاو. سالينا داك الحفل ديال الترقيات، مشيت ديريكت قصدت المدير قلت له محشوماش عليك شويه، وكنت غادي نقول له رقيتي صاحبتك ومحشوماش عليك كتخون مراتك، وبديت نبدا عليه زعما بديك القضيه اللي قريت في ديك الورقه شويه، وانا نقول اش من دليل عندك قريت واش بغيتي تخرج على راسك. ما نكذبش عليكم داك النهار دا زاد ديك حل سهل، ولكن جاي ما كحل منه. مشيت للدار وانا نلقى ميساج في الام اس ان يامات الام اس ان، لقيت ميساج من واحد الكونت ديجا كاع ما كان عندي. هاد الميساج هذا فيه شتي كون مشيتي قلتي لي داكشي اللي قريتي في الوراق اللي كنحط ليك كوراك حلتي على راسك، عمرك تدوي بلا دليل. انا بديت كنقول الله يا ربي الله واش هذا شاد تبعني حتى انا حتى لنا الاي ام اس ان ولا شنو؟ الناس اللي كتعرف الاي ام اس ان راه عارفه، اللي ما عارفش الاي ام اس ان كان واحد ديال بحال واتساب ديك الساعات، واتساب قديم وصافي نقدر نقول لكم بحال هكا. المهم ما عليناش، انا قلت والله تنسولو قلت له شكون اللي كان كيحط لي هذوك الوراق واش انت؟ قال لي لا ماشي انا، هادي واحد الحاجه اللي كيكرهها بنادم. قلت له كيفاش كيكرهها بنادم؟
وهذا الشيء غير بكتبه الخوت. قال لي واحد الحاجه اللي كيكرهها بنادم واللي هي الحقيقه. قلت له دابا واش كتمرقن عليا ولا شنو؟ قال لي لا ما كنتمرقنش عليك، اللي حط لك ديك الورقه هي الحقيقه. قلت له شوف دابا الله يرحم ليك الجدود والتواصل، الا عندك شي تواصل راه خربقتيني وما عرفت ما نسبق ولا ما نوخر معاك. دابا جيني فاصا صاحبي، جيني قود، ما تجينيش معقود. شكون انت وشنو بغيتي مني وكيفاش كتعرف هذا الشيء اللي غيوقع؟ انا قال لي راه قلت لك صاحبي داك الشيء اللي كاين، انا هو الحقيقه والحقيقه هي اللي كتحط لك دوك الاوراق. انا بغيت نمشي معاه في بالو شويه، قلت نشد مع هذيك، بغيت نطبق مع هذيك المثله ديال تبع الكذاب تاع الباب الدار. قلت له واخا سيدي الحقيقه، قول لي هاد الحقيقه كي دايره، واش بنادم؟ انا قال لي الحقيقه ماشي بنادم، الحقيقه هي الحقيقه. اني ولد الجد هذا. قلت له واخا تقدر توصف عليا كيف دايره؟ هنا غيبدا عليا واخا تصنت ليا مزيان ماشي تصنت، وانما شوف هذا الشيء اللي غنكتب لك. الحقيقه عندها 6 ديال الرجلين وربعة ديال اليدين، هي بصح ما عداش عينين ولكن عدا 8 ديال الودنين، وزيد عليها عدا 15 فم، الفم فيها في كاع اللوكور ديالها. ودوك الفم فيهم شي سنان، اللهم عافينا، ماضيين المضايا د الموز. ملي قريت الخوت هاد الخرطي هذا، الريق ديالي ما بقاش ليا مبقاش في فمي، بقيت لقيت ما نبلع. زيت واحد الكاس ديال الماء وانا نريق به. دابا ماشي المشكل هو انه دابا المشكل هو هذا الشيء وبدا كيخلع، بديت كنتخلع. انا سديت بيسي وبديت كنقول الله يا ربي الله اش هذا الشيء، والله ما نكذب عليكم هذه الليله ما قدرتش نمشي فيها حتى للطواليت عزكم الله. والو تخلعت، دوزت هاد الليلة بحال إلا دوزتها في الجحيم. الغد ليه ديماري تعاود تاني الخدمة، حتى ملي بغيت نديماري مع دخلت الطوموبيل بديت كنبقشش نشوف ياك ميل يكون خلى ليا شي ورقة تاني، وفعلا لقيتهم خلي ليا عاود تاني واحد الورقة. ربي يا ربي يا ربي شاد العجب هذا. زيد ديك الورقة لقيت مكتوب فيها تشوف اليوم ملي تمشي في الطريق رد بالك، رد بالك مزيان، راه تقدر يطيح لك شي حد قدامك، تقدر عاوتاني تطلع على الخدمه، وننصحك بدل ديك الطريق. انا تعصبت مع ديك الورقه، قلت لي واش انت مريض؟ والله ما غنبدل لا طريق وما غنردش البال. شوية بديت كنقول ويلي ما يمكن دوي كندوي مع ورقة عدو بالله من الشيطان الراجيم، ولكن فعلا داك الشي اللي درت. قلت الله تنمشي بديك الطريق نيت، شوف نيت هذا واش هذا الشي اللي كيقول بالصح، واخا كنت انا متأكد باللي داك الشي اللي كان كيقولو راه بالصح، حيت راه كيجيب داك الشي بحال الا استغفرت الله العظيم، ما استغفرت الله العظيم. عرفتو الخوت زدتي شي 600 متر تقريبا، هو يتلاح ليا واحد الراجل قدامي، ملي جيت بغيت نضرب عليه الفران لقيت فات الوقت، هزيتو ولكن جاب الله ماشي شي هزة خايبة، ضربتو كون كنت تقريبا غادي بديك 40 مع الفران اللي ضربت نكون وصلت لديك 20. المهم خونا تهز السما وترضخ، ولكن طاح ليا قدام الكابو ديال الطوموبيل، كلا عليه الكابو واخا هكاك تبومبا ورجع للارض. فرانيت نزلت عدو وانا كنتفكر غير داكشي اللي كان مكتوب في الورقة. مشيت بديت كنقول له ياك موقع شي حاجة
خونا بعد الحمد لله فائق ما فقدش الوعي، ولكن كان شاد رجليه بجوج ترسو. جات لومبيلونس، جاو البوليس، هزو السيد، داوني معاه باش يديروا المحضر، داروا المحضر. المهم خونا غادي تبع لاسيرونس، حيدوا ليا البيرمي، قعدتهم بما يساليوا الاجراءات. رجعت للخدمه، تلاقيت المدير ثاني كيساعدني. هذا الشي اللي سمعني اليوم عمرني سمعته، يا الفاعل يا التارك. كنقول له راه درت كسيده، تيقول لي بالسيف دير كسيده، انت بحالك ما خصوش كاع يكون الدو بيرمي، انت مهمل، انت شتي كون ما كنتيش مرسم والله تنجري عليك بالله. ولكن رجع في الله، ولكن غادي نخليك تقدم ليا الاستقاله ديالك بلا لا يطر عليك، ومن الاحسن تقدمها اليوم قبل غدا. تبسمت له في وجهه، كنت بغيت نقول له واش انت مريض، انت خاين، وكنت بغيت نقول له هذا الشيء اللي كنت قريت في ديك الورقه واللي صيفط لي اخونا عليه، ولكن قلت لا لا ريلاكس، قريت ما عندك حتى شي دليل. تصنت الخيطانوس ديالو مزيان، من بعد ما خرط عليا الخرطي ديالو دخلت للبيرو. ما نكذبش عليكم، ما قدرتش نركز في خدمتي لدرجة انني لأول مرة ما غادي ندخل حتى شي فوند في الكونت ديالي، ما بعت والو. حنا كنا خدامين بحال الشكل ديال سونتر دابيل. المهم سال هاد النهار ونزلت لطوموبيلتي باش نديها، حيتاش كانت مضروبة جيت الكابو. واخا حيدو ليا البيرمي، ولكن قلت غنمشي نديها بعدا، راه نديها بعدا نحطها تنشد البيرمي تاعي. مع دخلت وانا نتلاقى ورقة اخرى، الله يا ربي الله اش هادشي. هاد المرة تلاقيت ورقة مكتوب فيها عاصير بطوموبيلتك وحطها، ما تخاف والو، راه ما غيوقع والو، ما غيشدك لا بوليسي لا والو. ولكن بلا ما تفكر للمدير، راه ساعته قربات. انا بديت كنسول راسي كيفاش ساعته قربات، قلبت الورقه لقيت الجواب ديال هاد السؤال اللي كنت كنسول راسي. المدير سيدي ساعته قربات، حيتاش من هنا سيمانه غادي يشنق راسو من بعد ما غادي يقتل صاحبته اللي خدامه معاكم، حيتاش غادي يكتشف باللي نقلات له واحد المرض خبيث، مرض اللي معدي جنسيا. وديك الساعات راه غيخوالي كتير، انا عمي ديك الساعات راه غادي يجي الباترون اللي هو مولشي وغيشوف شكون اللي كيحقق المبيعات اكثر، وراه هو اللي غيعينو مدير، وراه 100% انت اللي غادي تعين. اول مره غادي تعجبني شي ورقه في هاد الوراق. في الاخر كان كاتب بيوا ضحك الدنيا ضحك ليك. ديماري الطوموبيل ومشيت فرحان والله القاسم، ما بغيتش انا خونا يموت زعما، ولا بغيت ليه الموت، ولكن كنت كنستاهل داك البوست ديالو، حيت اشرا 14 عام وانا في هاد الخدمه، 14 عام وانا كنجيب ليهم اعلى نسبه ديال المبيعات. وصلت للدار شعلت بيسي، بغيت غير ندخل زعما نتمزك شويه، ما يطلع لي النوتيفيكاسيون ديال ميساج في الام اس ان. ما نكتبش عليكم، غمضت عيني باش ما نشوفش شكون اللي صيفط، ولكن الفضول ما خلاش عينيا يبقاو مسدودين اكثر من 4 ثواني. حليتهم لقيت فعلا باللي خونا اللي مصافط ميساج. انا قال لي اش بالك في داكشي اللي كنقول لك، تيقتي دابا باللي راه الحقيقه هي اللي كتصيفطوا ليك. انا قلت له واخا راه دابا دخلتيني في واحد الدوامه ديال الرعب،
كيفاش هاد الحقيقة وشنو بغات من الديانة بالضبط؟ الإجابة اللي غادي يجاوبني هاد الشي كانت أكثر حاجة مرعبة بالنسبة لي في هاد الأيام هادي. رد عليا وقال بغيتي تسولها بنفسك، راه هي دابا راه واقفة وراك هنا. انتصرت الخوت. قدرتش نقول له في نفس الوقت ما قدرتش ندور نشوف شكون ورايا. تخلعت بوريشة شدتني من الصبع الصغير ديال رجلي حتى لقناد راسي. الرعدة شداني وبقيت جالس مسمر بلاصتي بحال شي واحد مشلول. بقيت جالس وما ما قدرتش نشوف ورايا، ما بغيتش نشوف جدا هاد الحقيقة هادي. واحد الشوية بديت كنسمع الصوت ديال شي حد كيحل، الصوت ديال التقرقيب ديال الزوارت. شي حد كان كيحل الباب ديال البارطما ديالي. انا تفكرت ياسمين نقدر نقول لكم خطيبتي، ناوي نخطبها، ماشي خطيبتي اوفيسيالمون، ناوي نخطبها ان شاء الله. ياسمين كان عندها الدوبل ديال الزوارت. انا بدات كتعيط ليا. روحي فينك؟ المهم بدات كتعيط ليا، ما قدرتش نجاوبها. كملت كلامها وقالت لي وفينك، راه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ضروري. سمعتها باللي وصلت للكوزينه، كانت كتقرقب تما شي حاجه. انا عيطت ليها قلت لها انا في البيت ولكن عداك تدخلي عدي، عافاك خصك تمشي دابا، ما تدخليش، عافاك سيري دابا، خرجي في حالك. ولكن ختنا قرات هذا الشيء اللي قلت لها في شكل كان كيحسب لها باللي راه معايا شي وحده في البيت. بديت كنسمع الصوت ديال الخطوات ديالها غاديين وتيقربوا لبيتي. بديت كنغوت لربي اللي خلقني ولا ما تدخليش، وانا عاطي بالظهر للباب ما قدرتش ندور. بديت كنغوت ما تدخليش ما تدخليش عافاك. ولكن هاد اللحظة حسيت بالبواني، شي يد فتحاته، عرفتها باللي لي فراسها فراسها. طلعت عليا وهي تغوت واحد الغوتة ربي اللي خلقها. بديت كنقول لها وانا عاطيها بالضهر، راه قلت ليك ما تدخليش، راه قلت ليك ما تدخليش. سمعتها حتى طاحت، ولكن الانرجي ولا الشجاعة اللي غتخليني نوض من الكرسي ومشي لعدا ما كايناش. ما قدرتش ندور، والله ما قدرت ندور اصلا. علاش طاحت وعلاش غوتات؟ باينه شافت شي حاجه ما هياش. هنا سولت داك خونا ولا شكون الزمر هذا اللي كيصيفط ليا ميساجات. قلت له دابا شنو غندير شنو غندير؟ قال لي ما عندك ما دير، دور باش تشوف الحقيقه اللي كتقلب عليها. ما قدرتش، ما نكذبش عليكم، ما قدرتش ندور. راه ما قدرتش. قال لي واخا الا ما قدرتيش خليها تا مره اخرى. قلت له واخا وكيفاش تا مره اخرى؟ قال لي صافي دابا راه ما بقاتش وراك. فعلا غي قال لي هاد النقطه هادي وانا ننظر لقيت غير ياسمين طايحة. مشيت كنفيق فيها. انا ملي فاقت قلت لها مالك يا شنو وقع؟ قلت لي راه ما عرفتش، انا براسي ما عرفتش شنو وقع لي. قلت لها راه كنقول لك ما تدخليش، علاش دخلتي؟ قلت لي واش التمريض راه كيحسب لي واش معك شي وحده؟ شاش كتقول لي ما تدخليش؟ قلت لها ملي حليتي الباب شنو شفتي؟
قالت لي ملي حليت الباب ما عرفت شي حاجه، ما عرفت كاع كي دايره، شي حاجه دايره بحال نقول لك بحال شي خطوبوز تاع بزاف ديال الدين وبزاف ديال الرجلين وبزاف ديال الفام. صافي هادشي علاش عقلت. الله يا ربي الله، واش هادشي بصح اللي تيوقع لي ولا تنحلم؟ المهم بقيت مع ياسمين حتى توقضات السلطه لحدا دارهم، ما نكذبش عليكم ما قدرتش نرجع ندخل للدار. راه الا مشيت ديك الليله بالطايف لوطيل غد لي مشيت للخدمه وحلفت ما نرجع للدار. بقيت هكاك سيمانه وانا غادي غير طبيعتي للخدمه، حتى لواحد الصبحيه غادي تجينا الخبيره تاع المدير، الخبيره ديال المدير باللي راه لقاوه منتحر من بعد ما قتل صاحبته في واحد البارتمان. انا تفكرت داكشي اللي قريت في الورقه تاني، كدبش عليكم تخربقت، من تخربقت ترونت. ديروا راسكم بلاصتي وشوفوا باش غتحسوا. مشيت ديريكت رجعت للدار، حليت بيسي وانا نصيفط لخونا، هاد المره انا اللي صيفطت ليه. قلت له واش كاين هنايا؟ جاوبني في البلاصه، قال لي كاينه، شنو بغيتي؟ قلت له راه المدير وقع له داكشي اللي قلتي لي غادي يوقع له ديك المره. قال لي وشنو يحساب لك؟ واش انا كنتفلاو هنا؟ واش الضحك فيه اللعب؟ قلت له عافاك دابا الله يرحم لك الوالدين، لا ما قول لي غير شكون انت. قال لي راه قلت لك انا الحقيقه، بغيتي تشوفني يلا دور انا وراك. تاني ما نبقى مخبي، ما عندي ما ندير، خصني ندور هاد المره. ولكن قبل ما ندور قررت انني نكتب هادشي كامل ونحطه في البوست ديال ستار تايمز ديال الاعترافات. عفاكم الا شتوني غبرت، الا شتوني غبرت عرفوا راه وقعت ليا شي حاجه، عرفوا راه هاد الحقيقه هي اللي داتني. المهم انا دابا غندور، ولكن ما ضامنش واش غادي نعاود نحل مازال ونبقى اكتيف في هاد الجروب هذا ستار تيمز. غير خصكم تعرفوا باللي هاد الشي راه بصح وقع ليا، وعافاكم تيقوني بلا داك الحموضه ديال الكومونتيرات اللي غادي يقول لك طالقه علينا. والادمين عافاك قبل هاد البوست، عافاك قبله. الغريب في الامر، الغريب في الامر الخوت، هو انه ادخونا حط هاد البوست وسالها باكا. والغريب في الامر هو انه ما عاودش مازال حتى شي بوست اخر ولا دار شي كومونتير ولا لايك شي بوست، مع العلم ان كان الكونت ديالو من لي كونت لي اكتيف في داك الجروب. واللي كان اكثر غرابه هو انه الكومونتيرات اللي كانوا جاوا على داك البوست، كاين اللي كيتمسخر كيقول له وانت تلقى علينا عظميناش هذا الشيء، وليتي كتلقى علينا انت علاش قبلتي هذا البوست هذا وباين فيه كل طلقات. كاين اللي كيقول مسكين واقيلا هذا راه عنده سكيزوفرينيا، عنده انفصام الشخصيه ولا شي نوطه فحال هكا، عايش شي دور وكيبان له شي حاجه. ولكن اغرب كومونتير كان ديال واحد الكونت هو اللي كان من لي كونت اللي بحال الا تقول متقين. دابا لي كونت اللي كانوا تما داكشي كيكونوا معروفين الناس هم بلي هذا كيحط لي بوست ديما كيلايكي كيريبوندي في لي كومونتير. هاد الكونت هذا اللي كومونتا هاد الكومونتير كان تا هو من واحد من الناس اللي كانوا اكتيف في داك الجروب.
قال لهم الدري هذا اللي حط هذا البوست راه صاحبي وراه من نهار حط هذا البوست وهو غابر، لا هو لا صاحبته اللي سميتها ياسمين راه بالصح، وفعلا المدير ديالو ديال الشركه اللي كان خدام فيها راه لقاوه بالصح من تعاهر، حيت قتل صاحبته من بعد ما اكتشف ان نقلات له شي مرض خبيت. المهم هادشي ما كنقولش لكم باللي هادشي اللي كتب لكم راه صحيح، ولكن راه السيد دابا راه اكثر من 5 ايام وهو غابر. هذا بوست الخوت تحط في جروب كيف قلت لكم، اللي عاودو واحد السيد كان بليب هادشي ديال جروبات، خصوصا داك السيد اللي كان سميتو ستار تايمز. ما عرفش بهذا واحد القصة عاودتها، ما عرفش اخر قصة حطيت اللي قبل من ديال الجمعة ديال الثلاث. واحد قال لي وا الغريب واش انت متيق هاد الخرطي اللي خرطي علينا في هاد القصة؟ قلت له ما عرفش انا شويه، حتى انا غير كنعاود كنحاول نجيب مصدر يكون موثوق، ولكن كتلقى المصدر راه الراوي كيقول فيه باللي راه هادشي شفتو او لا سمعت به، ولا تقليده هو انا غير كنسرد. ف المهم ما عرفش والله ما عرفت، انا نيت براسي دابا صعيب نطيق هادشي، ولكن قضية كتبقى فيها إنه طاش بالليكم على الأساس نطيقوا هاد الخرطية هذا ولا ما نطيقوش. مهم تمنى القصة تكون نزكاتكم، هذا هو ليسونسي على يدي، وراه كون ما شفتاش قصة اللي خصها تحط ما نحطاش، حيت القصة ولا الرواية انا خدام بواحد الكونسيبت اللي هو خصها تعجبني بعدا باش نحطها لكم، حيت عارف ذوقي غيكون بحال ذوقكم، عارف عندي ناس ذواقة سبحان الله مسكين كاملين بغرفة واحدة، داكشي اللي كيعجبني اغلبيته كيعجبكم، الله يخلينا ديما عند حسن ظنكم، والله يخليكم ليا العزاز والله القاسم تا كنبغيكم كاملين. وتقريبا راه كنعرفكم، المهم كنعرف الناس اللي كيكومونطيو تقريبا راه كنعرفهم كاملين، ماشي كنعرفهم معرفه شخصيه وانما كنعرف لي كونط باش كيكومونطيو، اما اللي تفرج وما دار والو فراه ما عندي باش نعرفو. هادشي ماشي كنقولك باش دير شي حاجه، المهم ترى عينك ميزانك. فبيس اند لوف ليكم الاعزاز، والله يدينا في الضو، والترند القصه راه كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. فتصبحوا على خير، صباح الخير، بون جورني، على حساب الوقيته فاش كتمزك لهاد القصه، وهذا ما كان العشران. تهلاو.